الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ويا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والتعليق أسفل الفيديو وهنرد عليك في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس، سلسلة بنتعلم فيها نحل كل الأسئلة بكلمة واحدة أو كلمتين. السلسلة ديت بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة، ما عندكش لغة، ما بتعرفش تتكلم، السلسلة دي تهمك، هخليك تحل 30 سؤال بكلمة واحدة أو بكلمتين. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة وإزاي هنقدر نحل الإشارة اللي معانا بكلمة واحدة أو بكلمتين. نشوف مع بعض كده الإشارة اللي معانا أو اللافتة اللي معانا، بانيلي انتجراتيف. اللوحة اللي معانا ديت بانيلي انتجراتيف، علامة إضافية، سينيالي أورزنتالي إن ريفريتشامينتو. سينيالي أورزنتالي إن ريفريتشامينتو يعني إيه؟ يعني إعادة رسم الخطوط الأفقية. لما نشوف علامة الفرشة دهيت يعني في دهان على الطريق. الفرشة ديت معناتها إن في ده الطريق بيترسم فيه الخطوط، سواء كانت الخطوط مش موجودة أو موجودة بس ممسوحة، فبنعيد رسمها من أول وجديد. مش مشكلة الكلام ده كله، ما تشغلش دماغك بالموضوع ده كله، أنا جايب لك النهاردة كلمتين اتنين وبس تقدر بهم تحل اللافتة اللي قدام حضراتكم. سينيالي أورزنتالي إن ريفريتشامينتو، إعادة رسم الخطوط الأفقية. محتاج تحفظ كم كلمة في الإشارة ديت؟ كلمتين اتنين. إيه هما؟ سينيالاتيكا أورزنتالي ألتري بريكولو، وخلصت. وخلصت. سينيالاتيكا أورزنتالي ألتري بريكولو، مش معروف أو مش مطلوب منك تعرف أكتر من كده على البانيل ده. البانيل ده هوت سينيالاتيكا أورزنتالي يعني إيه؟ علامات أو خطوط أفقية. ألتري بريكولو يعني إيه؟ يعني أخطار أخرى. احفظهم وتقدر تحل أي سؤال ممكن يجي لك على البانيل ده. طيب ما تيجي نجرب الكلام ده عملي ونشوف الكلام ده إزاي بيتحل بكلمتين اتنين وبس. نشوف الأسئلة اللي معانا كده بتقول إيه؟ أدي أول سؤال معانا هوت. اللافتة قدام منك، دي نمرة واحد، تعرف إن الإشارة اللي قدام منك هي المطلوبة. محتاج تعرف ايه سينيالاتيكا اورزنتالي التري بريكول، ادور عليهم لو لقيتهم يبقى فيرو، ما لقيتهمش يبقى فالس. سينيالاتيكا اورزنتالي تبقى فيرو. السؤال الثاني، ادور على كلمه سينيالاتيكا اورزنتالي او التري بريكول، عندنا سينيالاتيكا اورزنتالي اقول له فيرو. السؤال الثالث، ادور على كلمه ايه سينيالاتيكا اورزنتالي، ما لقيتها اقول له فيرو، ما لقيتهاش اقول له فالس، هنا موجوده تبقى فيرو. طيب الكلمة بتاعتنا التانية التري بريكولو، التري بريكولو أخطار أخرى أهيت مع العلامة ديت هقول له فيرو، خلاف كده يبقى فالسو. هنا نشوف ندور على كلمة التري بريكولو أو سينياتيكا أورزنتالي مش موجودة تبقى فالسو. نشوف سؤال رقم ستة كده، التري بريكولو سينياتيكا أورزنتالي مش موجودة تبقى فالسو. التري بريكولو سينياتيكا أورزنتالي مش موجودة تبقى فالسو. التري بريكولو سينياتيكا اورزنتالي مش موجوده تبقى فالسو. سؤال كمان ندور على كلمه ايه؟ ندور على كلمه التري بريكولو سينياتيكا اورزنتالي مش موجوده تبقى فالسو. ديت كل الاسئله اللي ممكن تجي لك على البانيلي او السينيالي اورزنتالي ان ريفريتشامينتو، اعاده رسم الخطوط الافقيه. كلمتين اتنين وبس، سينياتيكا اورزنتالي التري بريكولو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.